إنك لا تخلف الميعاد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله النبي الصادق الأمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم آمين. عباد الله، أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله العظيم وطاعته، فإن تقوى الله عز وجل هي رأس الأمر كله. وأحذركم ونفسي أولا عن مخالفة أمره ونهيه، فإن معصيته عز وجل هي أساس البلاء كله. ونعوذ به سبحانه وتعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله الله عز وجل بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله وكيلا. ثم أما بعد، يقول الله عز وجل في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الله عز وجل يخبرنا في هذه الآيات الكريمات ماذا ينبغي أن يكون موقفنا من مصيبة الموت والدمار والنقص في الأموال والأنفس والثمرات. الصبر. الآية تقول: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة، يعني مما سبق، قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم إننا راجعون إليك، اللهم اجعلنا من الصابرين، لأن الصابرين يوفون أجورهم بغير حساب يوم القيامة، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، هذا ما يقوله الله عز وجل. لماذا أنا أتحدث عن هذا وأورد هذه الآيات الكريمات؟ إن شاء الله بعد ذلك سأعطي بعض المختصر باللغة الإنجليزية. السبب هو ما تناقلته الأنباء عما حدث، ولا أريد أن أذكر ما حدث، الكل يعلم، والكل يعلم عدد الضحايا بارتفاع مستمر، والكل يعلم حجم الدمار، والكل يعلم أن بعض المصابين حتى الآن الوصول إليهم ليس سهل بسبب للأسف ظروف سياسية محيطة بالشمال السوري. هنالك من حاول الوصول إليهم وقيل لهم ارجعوا، فهؤلاء يستحقون ما حدث لهم. استغفر الله، استغفر الله العظيم من هذا الكلام. يا أخي، لو كان إنسان مجرم، لو مجرم وقع تحت مصيبة، القيم الإنسانية تفرض علينا أن نساعده. طبيب جاءه مريض، يجب أن يعالجه حتى لو كان عدوا له، هذه قيم إنسانية لسنا بحاجة للتذكير بها. فاجتمعت عليهم للأسف
خاصة أبناؤنا في الشمال السوري، اجتمعت عليهم قسوة النظام، اجتمعت عليهم قسوة الطقس، ثم الزلزال المدمر. اللهم كن معهم ولا تكن عليهم. هذه الآيات التي ذكرتها تبين لنا أن هذه المصائب هي ابتلاء من الله عز وجل. ولذلك الله عز وجل يقول: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. والابتلاء أو الفتنة قد تكون بالشر أو الخير، ولذلك يقول الله عز وجل في آية أخرى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. تذكير مرة أخرى: إنا لله وإنا إليه راجعون وإلينا ترجعون. فلذلك الابتلاء هو جزء من نظام الكون. والرسول صلى الله عليه وسلم في حديث شريف يقول: والذي نفسي بيده لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابه سراء شكر، وإن أصابه فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. اللهم اجعلنا من الصابرين على هذه الضراء، اللهم آمين. فلذلك الحياة كلها دار ابتلاء. قد يسأل الإنسان: طب ماذا موقفنا من الزلازل؟ الزلازل من ناحية كونها جزء من نظام الكون، هذه جزء من نظام الكون معروف. هناك صدوع زلزالية، وهناك صفائح تكتونية تحت قشرة الأرض تتحرك ويحدث الزلزال، والواقع كل يوم هناك زلازل. اذهبوا إلى أي خارطة أو مركز يبين خريطة انتشار الزلازل في كاليفورنيا، سترون أنه أمس حدثت أكثر من زلزال هنا، قسم منها ضعيف وقسم منها قوي. فلذلك الزلازل ليست أمرا يصيب فقط جهة دون جهة، لأنه قرأت لأحد يقول: لماذا الزلازل تصيب المسلمين؟ الزلازل تصيب العالم كله، جزء من نظام الكون. لكن هذا النظام ممن؟ من الله عز وجل، ليس نظاما ماديا، لأنه نحن لا نؤمن بالمادة أصل الكون، بل نؤمن بأن الله خالق المادة وخالق الكون، وهو الذي نظم هذا النظام. ومن جملة هذا النظام المطر، دورة المياه بالمطر، التبخر، التكثيف، نزول المطر، الزلازل، البراكين، هذه كلها جزء من نظام الكون الذي جعله الله عز وجل منظما للكون. فهي لا تحدث منها، يعني لابد من مؤثر، والمؤثر هو الخالق الذي خلق كل شيء تبارك وتعالى. فلذلك يجب أن هذه الناحية يجب أن نضعها جانبا. وعلماء الزلازل يفسرون لنا أكثر وأفضل مما فسرت كيف تقع الزلازل وكيف يمكن الوقاية منها. طبعا لا يمكن التنبؤ بها، سبحان الله، الزلازل لا يمكن التنبؤ بها، لكن ما هو موقفنا منها كمسلمين؟ الموقف منها، طبعا هنالك أناس دخلوا في نقاش أنا أعتبره نقاشا عقيما، إنه هذه الزلازل عقوبة من الله. ما هو دليلكم على أنها عقوبة من الله؟ وماذا فعل إخواننا في الشمال السوري حتى يعاقب بهذه العقوبة؟ كما قال أحدهم: هذه إهانة للمنكوبين، إنه جاءهم زلزال ثم تقول هذه عقوبة جزاء بما فعلتم، ما الذي فعلوه؟ هذه ناحية. الناحية الثانية: كيف نعرف أن الله سبحانه وتعالى قدر هذا الزلزال عقوبة؟ الله غيب لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. موسى عليه السلام قال له: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. الله عز وجل هو الذي يعلم، ونحن لا نعلم إلا إذا أخبرنا.
فمثلا أخبرنا عن الأمم السابقة أن طواف فيضانا معينا أنزله على قوم نوح عقوبة على تكذيب رسالة نوح. لا يعني هذا أن كل فيضان في العالم يحدث عقوبة. فيضان واحد هو فيضان قوم نوح حدث. زلزال واحد هو زلزال قوم لوط حدث عقوبة لهم لتكذيبهم رسالة لوط عليه السلام. الصيحة أخذت قوم شعيب. الريح أخذت قوم عاد وهلم جرة. نحن نعرف أن هذه الأمور كانت عقوبة. لماذا؟ لأن الله أخبر عنها. هذه قضية من الغيب، يجب أن ندرك أن الغيب له حدود معينة، لا نستطيع نحن أن نبحث في الغيب. يعني لو سألت إنسان صف لنا الملائكة، لا نستطيع أن نعرف إلا أنهم عباد الله خلقهم الله، لا يعصون الله ما أمرهم يفعلون ما يؤمرون، ولهم أجنحة مثنى وثلاثة ورباع. أما كيف شكلهم وكيف نتصل بهم، هذا من الغيب. الأنبياء يتصلون بهم. محمد صلى الله عليه وسلم كان يتصل بملك الغيب، بملك الوحي جبريل. أما نحن نؤمن بالأوصاف التي ذكرها الله عز وجل لنا في كتابه الكريم، لأن الملائكة من الغيب والملائكة خارج الحس، لا نحس بهم ولا ندركهم إلا بخبر السماء، إلا بدليل نقلي كما يقول العلماء. فنؤمن بالملائكة بالصفات التي ذكرها، نؤمن أنهم خلقوا من نور، نؤمن أن الجن خلقهم الله عز وجل من نار. لكن كيف شكل الجن؟ كيف يستطيع إنسان أن يقول لنا هذا هو شكل الجن؟ سأقول لكم رسمة وأقول لكم هذا هو الجن. هذا رجل بالغيب. فلذلك اللي بقول لك أنه الزلزال اللي حدث عقوبة للناس، هذا رجل بالغيب. طبعا لا يوجد دليل. فوق ذلك هنالك أدلة أخرى إذا أخذناها معا تدل أنه ليس عقوبة. لماذا؟ حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن صاحب الهدم، صاحب الهدم شهيد، إذن كيف تكون عقوبة؟ ونرجو الله عز وجل أن ينزلهم منزلة الشهداء. لكن نعم هي ابتلاء. ابتلاء لمن؟ لنا الذين نجونا، لنا الأحياء. هل سنصبر أم سنعترض على قضاء الله؟ الصحابة حين وقع زلزال في المدينة تصدقوا ودعوا الله عز وجل وذكروا الله. هذا هو الموقف الصحيح العملي. أما نظل نناقش هل الزلزال عقوبة من الله أم هو محي؟ لأنه في ناس بيقولوا لا، هو ليس عقوبة، هو تبديل لعقوبة يوم القيامة. خلاص نحن لا نعاقب يوم القيامة، عقوبتنا في الدنيا في الزلازل والفتن والقتل. طب أين ذهبت الآيات التي تتحدث عن عقوبة يوم القيامة؟ وكيف نوفق بين هذا وبين القول بأن الزلزال عقوبة؟ لذلك أنا الذي أراه أنه هو بحث، هذا البحث غير مجدي، لأنه بحث في الغيب ولا دليل عندنا على هذه النتائج. لكن بدل هذا الجدل العقيم ندرك واقع الزلازل، وما هو موقفنا الآن؟ موقفنا الآن نحن كناس بعد ذلك أولا الصبر، الدعاء، الصدقة، المساعدة. وهنالك منظمات بدأت تجمع من أجل مساعدة المنكوبين في الشمال السوري وفي تركيا. هذه ناحية. الناحية الثانية المسؤولين يجب أن يتعلموا من هذه الزلازل. هنالك نظام للأبنية يجب أن يكون مقاوم للزلازل، خاصة في المناطق التي تقع على الصدوع الزلزالية. يعني عندنا مثلا هنا في كاليفورنيا عندنا صدع سان أندروز، كلنا يعلم كيف يكون نظام البناء هنا في كاليفورنيا، وكذلك في اليابان. فهذه أمور عملية
يجب أن نبحثها ونتجه لها بدل النقاش الغيبي. طبعا هناك إنسان يقول لك ما دليلك على ذلك أنه يجب أن نبحث هذا الكلام؟ الدليل أنه جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له أين متى الساعة؟ سأله أكثر من مرة. الرسول صلى الله عليه وسلم أجابه بماذا؟ صرف نظره عن البحث في الساعة نفسها ومتى إلى سؤال آخر، ماذا أعددت لها؟ قد يقول إنسان هذا الحديث فقط يدل أن الرسول لا يعلم الساعة. طبعا الرسول لا يعلم الساعة، والقرآن الكريم ذكر لنا أن الرسول لا يعلم الساعة، لكن هناك إضافة أخرى في هذا الحديث النبوي الشريف. صرف ذهن السائل عن البحث في الساعة إلى البحث في مسؤوليتي أنا الآن كإنسان مسلم في هذه الحياة الدنيا، ماذا يجب أن أعد حين ألقى وجه الله عز وجل؟ وكذلك الآن في الزلزال، ماذا يجب أن نفعل من أجل إغاثة الناس المنكوبين؟ وكلنا يستطيع أن يفعل بإذن الله عز وجل، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فاللهم اجعلنا من المعتبرين، واجعلنا من الصابرين على البلاء، واجعلنا ممن يدركون ما الواجب فعله إن شاء الله رب العالمين. Let me summarize the talk. I started with reciting an ayah in Surah Al-Baqarah that tells us that surely will test you with a bit of fear and hunger and losses in wealth and lives and fruits and give good tidings to the patient, to sabreen, who when a disaster strikes them, they will say, إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. So they will be having the blessings of Allah subhanahu wa ta'ala upon them. We know what happened in North Syria and Turkey, Southern Turkey. We know about the earthquake. The victims so far in the morning, I checked the news, over than 23,000 people. May Allah subhanahu wa ta'ala consider them from the shuhada. Allahumma ameen. May Allah subhanahu wa ta'ala make it easy on the surviving ones. And may Allah subhanahu wa ta'ala help those who are wounded to recover. And may Allah subhanahu wa ta'ala help those who are trying to save lives to be able to reach to those who they were unable to reach them at this moment. And actually every news carry at times some aspects of it are good news. A person rescued after 3 days, a child was born from the death, and so on. So inshallah Rabbil Alameen, we will take a lesson from this, because this is meant to be a trial, a test for us. And some people keep arguing, is it a punishment from Allah to those people or not? This is irrelevant. We don't know if it is punishment or not, because this is ghaib. And we know about the previous nations that some of them were punished by earthquakes, some of them were punished by flood, some of them were punished by storms. And the only way we knew about this is because Quran Kareem told us about it. So now if someone says that the earthquake is a punishment from God, what's your evidence for this? There is no evidence. It's a speculation. The other point, if it is a punishment, how can the person who will die in this hadim, لأنه هدم صاحب هدم الذي يموت في الزلزال, the one who dies in an earthquake, it's like the one who dies in a collapse of a building, صاحب هدم, so he will be considered شهيد. So if it is, if they are شهداء, how can it be punishment? Instead of discussing this theological discussion which will lead us into nowhere because of the lack of textual evidence regarding this, we should learn from the guidance of Rasulullah صلى الله عليه وسلم. A man came to the Prophet صلى الله عليه وسلم telling him, Ya Rasulullah, when is the hour? He asked him, he kept asking him 3 times, and then after that he told him, what did you prepare for it? Instead of keep asking, questioning, when is the hour? What are the ashratu sa'a? When it will happen? ماذا أعددت لها? What did you prepare for it? So Rasulullah صلى الله عليه وسلم shifted his thinking from that ghaib discussion about the hour, which no one knows,
including Muhammad صلى الله عليه وسلم, because this is علمها عند ربي. Only Allah knows when it will be. So Rasulullah صلى الله عليه وسلم shifted his thinking to this practical aspect. What did you prepare for it? Now for us, the practical aspect of the discussion about the earthquake is manifest in number one, making dua to Allah subhanahu wa ta'ala to save those who survived, to help them in saving more people, to have his mercy upon those who passed away. That's one dua. Second, repentance. We need to turn to Allah. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. To Allah we belong, and to him we are returning. And to pay sadaqah. Now the sadaqah in this issue is to pay to those who will be able to get the money back to the victims. Sadaqah now is not to pay charity to a needy person here, but rather to make sure that we are paying money or even some physical assistance. There are organizations who are carrying even physical assistance so that we make sure that it will reach to people. This is the sadaqah. Can it be considered from zakah? If a person, his zakah is due, yes, he can. He can pay from the zakah. Why? Fuqara, number one. Masakeen, number two. Actually, they are also fir riqab. Yani they are now under quote-unquote arrest of the earthquake. So you are releasing them, helping them to get outside this poverty. So you can pay, consider what you pay as part of your zakah, actually. And this is why this masjid and many other organizations are organizing campaigns. One campaign, actually, a person just before I came to the khutbah, a doctor sent me a link, an organization called Syrian American Medical Society. They have fundraising campaign, and it is legitimate society registered here. It's medical organization, and they will collect to help people. I checked their site before I came. They collected around 1,600,000 dollars. They are targeting more. And this is one of the ways we benefit, we learn from this tragedy. Otherwise, if we keep discussing, is it uquba? Is it that it removes away the punishment of the hellfire from Muslims? We will never reach to a conclusion at all. Because all of these things are speculations, and the reports about this are not authentic. So I pray to Allah subhanahu wa ta'ala that we will learn from this, that will be from among the patients who will be patient when a disaster happens to them. I pray to Allah subhanahu wa ta'ala that people there will go through this inshallah rabbil alameen and will get stronger than they were. And of course, let me mention one point I forget to mention in Arabic. This tragedy showed us how much some people hate Islam. We know the French paper, the cartoon they posted in their paper showing the earthquake, and then a title, "We don't need to send tanks." And I said, what's this? Why did they say this? So I was reading about the history of earthquakes in Turkey. So I found out that the town, Kahraman, what is called Kahraman Raj, it stood against the French occupation in 1919, in the days of the Ottomans.
The French came, tried to occupy the town and the region, and they kicked them out. Alhamdulillah, Rabbil Alameen. So this paper didn't forget the history. We don't need to send you tanks anymore. That's it. You got destroyed. But الأمة الإسلامية بإذن الله عز وجل will never be destroyed. إن شاء الله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. فاستغفروه إنه يغفر الذنوب جميعا. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين. الحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله رب العالمين الذي جعلنا مسلمين. والحمد لله رب العالمين الذي أرسل لنا رسالة الإسلام وبين فيها الحلال والحرام وبين لنا سبب خلق الكون وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. We should keep this in mind. We did not, Allah did not create us but to worship Him. And while we are worshiping Him, we are going through many trials, many tests. Some of which are the death, the disasters, the calamities. And we should be patient on this. We should pass the test. And we pass the test by understanding this and by, inshallah, I'm rising to the challenge to help people. إن شاء الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أهل الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. بارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكاها أنت خير من زكاها رب العالمين. اللهم لا تدع في مقامي هذا ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا لنا فيها خير ولك فيها رضا إلا يسرتها وانقضيتها رب العالمين. اللهم كن معهم ولا تكن عليهم. اللهم كن معهم ولا تكن عليهم. اللهم كن معهم ولا تكن عليهم. اللهم رب العالمين أخرجهم من هذا من هذه المصيبة أقوى مما كانوا رب العالمين. I was told that there will be collecting fund for the event after the salah, of course, inshallah rabbil alameen. So let's try our best to help as much as we can. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa aqimis salah.